خيرنا بعد عزيز. طرح بسم الله يلا الخاتمة الأعمال والخواتيم. يا أهلا وسهلا. الله يبقيك ويسلمك ويعطيك العافية. يا مرحبا. إذا كان فيك كل ساعة زي كذا بضل أجل كان على طول. يا سلام يا سلام. حياك الله يا أبو. والله يا أبو سفيان كان عنده مواعيد بس يوم صريت عليه قال خلاص ابشر يا ابو سعد. الله يحييك ما شاء الله مبروك من هجيتكم. الله يبارك فيكم. كان هجيتكم تثرينا. الله يجزيكم خير. ما اي انسان لو كان انسان امي ما طلعنا من الحكمه. يا سلام. ابد اي انسان ممكن. موضوعكم بغايه الاهميه. والله يا شيخ الرسائل اللي جتنا هذه الحين ما اتوقع واحد هنا يوم نجيت هنا ايش اسمه يرسل رساله صوتيه. يسلم. يقول امي يعني طبعا هو قريب لكن يقول امي مبسوطه ومستانسه على هذا الموضوع ذا. يا سلام. لان الموضوع ذا يمس حياه كثير من العائلات. اقول بيض الله وجهك وياك ان شاء الله. رايك هو المجتمع بحاجه هذه. بارك الله لكم في هذا القناه يا ابو عبد العزيز. وياك. كم ناس ان شاء الله يصلحون هذا اليوم. نقول يلا يا كريم. اذا جت من القلب يا رب ان شاء الله. لكن ترى يعني نصدم بالاعداد السنوات. عدد السنوات قليلة ترى مهول. انا اعرف واحد يقول لك 25 سنة 25 سنة وما تخوه ما صارت. ما شاء الله السلام. وجايبك على قبره. شايفه صوروه. ها؟ جايبك على قبره. رايتهم صوروا شخصا يبكي على قبر اخيه. لا حول ولا قوة. هو في زمن المهلة. قال ما عاد يمدى ما عاد يمدي خلاص. اللي افاد الفوت يقولون في المثل ما عاد ينبع الصوت. يا سلام. الله يرضى عليك استاذ احمد العكاسي. الله يكرمك جميعا ان شاء الله. الله يبارك فيك. ابو نايف شيخ المشاه ما شاء الله عميد عمدة المشاه. اليوم استضافه دكتور صالح محتار. ما تكلمنا عن الهايكنج لكن كانت كلها ب وضيوفنا اليوم يعني ما شاء الله من ابطال الهايكنج ما شاء الله. نعم. ها كلهم يا مشاهد. لكن انا كنت بطلا. ها مسالم الله يكتب اجرهم يا شيخ. هذا قائد قائد الابطال. كل الان من يصرح عبد الله بصاحبته يعرف جبال منعه. نعم. ولا تدري يمكن كلمه تقولها انت جبال منعه يعني من قلب تدخل الى قلب اسال الله مسلم وقلب عائله وقلب. نعم. ان يجعلنا مباركين وموفقين ان شاء الله. ابو سالم جزاه الله خيرا. اذا مللنا في المشي او الصعود في الجبال حفنا بشيله نشيد. احنا نبي منه بس انه ما ادري فيها هذاك نشيد. نشيد مو نشيد قناه. ها نشيد جبل. نشيد جبل عش كانك في الجبل. نبي احنا شيء حق الجبل. لا بصراحه تخفت مو انت مش انت تنشدون حتى في الباص. ايه في الحافله. ها شوف لا 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 لنا حقن عليك انك تعطينا وتسمعنا يا ابو العسكريين في المشاه والشرطه مدرب. هو مدرب. اي نعم. ايه إذا قعدوا يشيلون شيلة حماسية يشجعون ولا يدرون عن 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 المسير. طيب عطنا وش تسوون في العسكرية عشان كذا يعني ولا في الجبل عطنا في العسكرية. بصراحة النشيد هذا يخليك تتحمس. يا سلام. واسمه الشيء الحماس. يا سلام. يخليك تتحمس وتزيد فوق طاقتك طاقة سبحان الله. خليك تتحمس حتى احنا اذا شافونا كزنا في طبعا كان عندنا امس هذا 21 كيلو في وادي حنيفه. يا سلام. وكان قايدنا الدكتور صالح. طبعا كلكم تعرفون الدكتور صالح الانصاري. اي نعم. انا ما يقولون له معرب المشي. فهذا طال عمركم كسنا حسينا بالتعب يمكن قد مشينا 16 كيلو 16 كيلو. قال ابو سالم قلت له يهمكم والله كنا نمشي مشي والله عاد نهر ونهر ولا هرولة تصور التعب هذا وهذا ماشي ماشي. والله واخذنا مسافه معهم يا جابر ولا لا والله ولا ما تدخل في المجموعه الثانيه. لا لا مشيت انا في مجموعه الروابي. يا سلام يا سلام. المهم يا اخواني قربنا من سد وادي حنيفه في درج من اللي تعرفوه ولا لا؟ هذا الدرج رقيت الدرج يا شباب قلنا تحدي نشوف من اللي يطلع بعد هذا بعد يمكن الان احنا عندنا في 19 كيلو. نعم عندنا في 19 كيلو يعني بقى علينا 3 كيلو ونصل موقع سياراتنا وموقع جلستنا. يا سلام. قالوا تحدي قلنا له تحدي والله. واحنا كم اللي طلعنا يمكن 5 او 6 تقريبا طلعناها. وبرسلك الصور ان شاء الله. برسلك صور. نبي الصوت. احنا نبي الصوت.
الصوت اللي شد خلكم تمشون الله الله. لكن البازين انت منهم ولا من صعدوا يا ابو سالم؟ ها انت من صعدوا ولا من قعدوا؟ والله تعرف انا من الناس اللي تحدى وحتى لو كنت حتى لو كنت حلكان اتحدى ما في ما حد يتحدى ما شاء الله ولا يمكن يتعب واحد فيهم لكن مع التحدي لا اصلا سبقني في الجبل وانا قد رعيت الغنم 7 سنوات في الجبل ما شاء الله ولكن سبق لي الغنم 20 سنة اي ما شاء الله لا بس جبال انا شايب هو شباب ما شاء الله يا دكتور صالح جبال هذا لا ما زي جبال منصور جاري ولد جاري كنت اعلم عندنا ها شويه اللي هو بس ما شاء الله ابو سفيان هو صار المدرس حق خويي جاري حق ولد جاري منصور انتم اهل الجبال اي والله لكن ابو عبد الله اهل السهل سبقوا في السهل النفوت تعرف النفوت كنت أسبه ما شاء الله طال عمرك لين شفته طلع معنا جبل منعة ويوم عاد فوق أعطي كلام بعدين ما شاء الله من المتحدثين ما شاء الله في رأس الجبل وشيء شيء والله في جبل شوف منعة تحت تحت الله أكبر ثم نزلت أنا دكتور في صعوبة والله محل في صعوبة والله ظلنا نرقف كذا ويسبوني أبو سالم أنت حدك تطلع والله أرقف أرقف يا الله أني تعديتها كانت بصراحة صخرة كبيرة شفتوا الصخرة ذيك اللي مكتوب فيها حنشة وكذا مكتوب إذا عديت من تنومة نبي الصوت حنا على الهواء الصوت طال عمرك نبي الصوت الصوت طال عمرك نحمة يا حماك يا بلادي نحمة يا حماك يا بلادي بسيوفنا الطويلة بسيوفنا الطويلة نحمة يا حماك يا بلادي بسيوفنا الطويلة والعدو نحتصله والعدو نحتصله بالمدافع نشيله بالمدافع نشيله حتى ينزاح عنا حتى ينزاح عنا شيء معروف عنا من قديم الزماني من قديم الزماني من قديم الزماني من قديم الزماني تكملات يا سلام ما شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله كمل احنا بغينا نصعد الحين بغينا نطابر يلا عطنا ثاني وانا بطلع دورية وانا بطلع دورية على حد الشرقية على حد الشرقية واقف زمان الطيارة واقف زمان الطيارة طيارة سعودية طيارة سعودية طيارة سعودية طيارة سعودية نحمي حماك يا بلادي نحمي حماك يا بلادي بسيوفنا الطويلة بسيوفنا الطويلة والعدو نحتصله والعدو نحتصله وانا بطلع صيفية وانا بطلع صيفية على حد الجنوبية على حد الجنوبية واحي 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 دوس يقول يقول قايد القفز يوقف قايد القفز يوقف وافتح الباب ليا وافتح الباب ليا وافتح الباب ليا وافتح الباب ليا يوم رجلي عصبة يوم رجلي عصبة ما تليا عصبها ما تليا عصبها قايد القفز يوقف قايد القفز يوقف وافتح الباب ليا وافتح الباب ليا يوم رجلي عصبة يوم رجلي عصبة ما تليا عصبة ما تليا عصبة ما حال الوينج والله ما حال الوينج والله فوق صدر المظلي فوق صدر المظلي فوق صدر المظلي فوق صدر المظلي مثل نجر يوني صلحوا فيه بنا صلحوا فيه بنا
صلحوا فيه بنا صلحوا فيه بنا بيض الله وجهكم وفقنا الله وجهك والله تنشطنا ودنا الحين هذه حماسيه في مقطع يا ابو عبد العزيز تداولونها الان في الجوالات يا سلام عن اثر المسامحه هذه المدرس ان شاء الله ان يبارك فيه وان يطول في عمره جميل جدا والله مبادره جميله طول عمرك عيونه وقام الطلب وقال كل واحد اخطيت عليه صراحه جدا يشكر هذا الاستاذ وقام نعم يشكر هذا الاستاذ قال له قبول هذا المقطع احمد الله وشكر انا قلت ردوا الحقيقه رد ما انا سويت عن تغريده ورد علي ناس يقول لك هذا مهم اسلوب تربوي رديت عاد عليهم بالخاص قلت انت شو انا اولا انت ما انت تربوي ما دامك تقول كذا ما دام تقول كذا اي والله يكفي يكفي انه اثار نقطه هامه في موضوع مبدا التسامح فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر في بطل الله اكبر في غزوه بدر حتى قال الشاعر سواد بن قارب قال فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعه بمغن فتيلا عن سواد بن قارب الله يا سلام ابو سالم الشهري يبدي رياضه اذا قام يجري قلت ذا جري سبسبي ما شاء الله ما شاء الله تحبه باين عليك تحبه اخي تعيش هنا جتنا رساله هنا صلى الله سبحانه وتعالى يغفر صاحبها قلنا ان الله وإنا إليه راجعون بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله الشيخ إبراهيم بن عبد المحسن الفليج طبعا هذا صاحب مكتبة طيبة الخضراء وصاحب مشروع المليون مصحف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنا ظهر كبر سنه مرض طيبة هو كان مريضا من مدة الله يرحمه جزاك الله والكنترول أحمد غباشي يقول الآن توفي عمه في مصر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لعمك يا أحمد وأن يتجاوز عنه وأن يسكن فسيح جناته بإذن الله إن شاء الله طيب الله وإياك إن شاء الله نصلي جاهزين متوضين طيب بسم الله شغلات وسائل الله النشيد إيه حطه هنا كويس إنها جت قبل الموت قبل بشير طول كل عسكر العسكر كذا داعي خلاص وخلاص جلسة